واحنا نشكركم على تواصلكم المستمر ويانا ودعمكم. والله ما ادري ايش اقول، بس الف شكر لكم. يعني هسه اتجاوزنا 4500 مشترك، وريد جهودكم ويانا. ان شاء الله كل الجهود تثمر، واحنا ما راح نقصر وياكم، راح نقدم لكم كل ما نقدر عليه من برامج حلوه تسعدكم وتبث الفرح بنفوسكم. حبايبي، بداية هذه الحلقة راح نقدم العزاء لكل العوائل اللي فقدت أبنائها في سفينة المسبار العراقية في خور عبد الله جنوب العراق. وادعوا الله أن يرحمهم برحمته يا رب العالمين. هذه حادث صارت ذاك الأسبوع، اصطدمت المسبار بسفينة أجنبية وغرقت. الله يرحم كل الناس اللي راحوا بيها. حبايبي، كلكم تعرفون اللاعب نيمار اللي صارت له مشكلة ويا فريق برشلونة، بس مشكلته بسيطة مو مثل مشاكل جماعتنا. يعني فليسات ربما راح يحصلها، بس مشاكل جماعتنا خمطوا الفليسات وراحوا. هسه نرجع لنيمار. نيمار هاي الأسبوع قدم طلب للمحكمة حتى يحصل على فليساته. يما هي مو فلوس، تدرون ايش قد؟ 26 مليون يورو. ايش قد يطلعن بالعراقي؟ ما ادري، قونية، قونيتين، ثلاث، اربعة، ما ادري. المهم حتى نعرف اكثر عن هذا الموضوع ارتبطنا ويا نيمار عبر الاقمار الاصطناعية. صارت عندنا خالتكم، صارت عندها اقمار صناعية. لا تستغربين، سوينا لنا SNG وحنيش هو المهندس مالته. يلا يلا شباب، جيبوا لنا نيمار نحكي وياه. يلا ننتظره. ها نيمار يما، شلونك وش اخبارك؟ الحمد لله، ما دامك بخير انا بخير. 26 مليون يورو شنو تسوي بيها؟ هذا استحقاقي، هم لازمين بي، ما ينطوني اي فلس. زين ليش تروح للمحكمة؟ روح لكبير حمولتك وفهم القصة وهو يطلعها إليك. كبير الحمولة شنو؟ هذا كم طن؟ هذا مو لوري، ولك هذا بشر، يعني شيخ عشيرتك، رئيس فخذك. وفخذي ايش جاب الفلوسي؟ انا بهاي رجلي جاي اشتغل العب بالطوبة. هاي شنو يما نيمار، انتو ما عندكم عشاير؟ شنو طالعين من زرف الحائط؟ شوف يما، ماكو واحد ما عنده عشيرة، لان ما عنده عشيرة يضيع. لا احنا ما عندنا عشاير. زين ليش ما تذب جرش ويا حنيش؟ لان عشيرتك تطلع الطاير، وداعتك اذا ما تحصل على حقك بالمروة تحصله بالقوة. شنو الناس تايهة؟ والله يعلقوها الك علق ونص ساعة اللي 25 مليون يورو بحضنك. بس ها لا تنسى 10% منهن للشيخ. انا بالقانون اجيب فلوسي، وهسه الفلوس عند كاتب العدل وان شاء الله احصل عليها. ان شاء الله، واذا ما فاد القانون تعال عندنا والله نلعب بيهم طوبه. هسه الف شكر نيمار، ولا تنسى خليك ويانا. شوفوا هذا الكندي سواها صدق ماسخة، متزوج 25 وحدة وعنده من الأطفال 145 طفل حتى ما يعرف اسمائهم. هذا الزلمة اسمه سلمكم الله ونستون بلاكمور. بلاكمور يعني بالإنجليزي أسود زايد من الله يصخم وجهه. هذا الزلمة يسكن بمنطقة صغيرة كلش اسمها باونت فول. اي والله من طفول عليه، هذا دارت عليه الايام، وتعرفون الشرايط
شريك وحدة تنبش على الثانية، يعني 25 وحدة شريكة بشريكة راس براس، إلى أن وحدة من ذن الشرايك راحت خبرت الشرطة وخلوه بالقلق. هاي شنو هي؟ بلاك مور يقول أنا رجل متدين وهاي الزواجات مقدسة عندي، لا أبوي يعبر هالي على غيرك. تدرون القانون الكندي شنو يعتبر تعدد الزوجات؟ يعتبرها جريمة والسجن يوصل الخمس سنوات. بلاك موت صاحبنا هسه وين؟ بالقلق. مبروك عليك بلاك مور، ولك الوادم وحدة ما تحصل وانت 25. هسه حبايبي وصلنا الى اعلان اسم الفائز لمسابقة الحلقة 11 من برنامجنا، ونشكر كل الحبايب اللي شاركونا بالمسابقة وهاي أسماءهم طالعة بالشاشة، وهم كلهم أعزاز علينا، بس نتمنى مشاركات أكبر وأكبر، يعني كتبوها بالفيسبوك، خبروا جماعتكم حتى يشاركون ويانا حبايبي. بعد إجراء القرعة هذا الأسبوع فاز الصديق مرقة شجر، قناة مرقة شجر بالمسابقة، ونقول لأخونا صاحب قناة مرقة شجر ألف مبروك وحظ أوفر للأصدقاء اللي شاركونا. ونريد نقول لكم كل مشاركة عندنا والله نعتبرها فوز، وماكو فرق بين صديق وصديق. انتظرونا باكر السبت سؤال الحلقة 12، يعني هاي الحلقة شوفوها مرة مرتين حتى تشوفون السؤال وتجاوبون عليه. ولا تنسون هاي عناويننا، شاركوا الفيديو، واللي ما مشترك ويانا خليه يشترك ويفعل الجرس حتى تجي الإشعارات. ومع ألف ألف سلامة. Knick-knack on my door with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone, this old